السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم الأستاذ محمد بكر أحمد، معلم اللغة العربية بمدارس بدر تايجرز الخاصة. اليوم سوف نأخذ تدريبات على نص طريق السلام. احضر معي الكتاب وانظر جيدا إلى تلك الأسئلة. كما أخذنا أن هذه الآيات الكريمة تتحدث عن دعوة الله عز وجل لكافة الناس أن يعيشوا في سلام حتى ينعم الناس بالأمن والاستقرار. فالسلام لن يتحقق على الأرض إلا باتباع منهج الله تعالى والبعد عن طريق الشيطان الذي يؤدي إلى العداء بين الناس، والبعد عن الانحراف عن طريق الاستقامة حتى لا نتعرض لعقاب الله عز وجل. فالله عز وجل قوي قادر يصرف شؤون خلقه بقوة وحكمة. في هذه الآية يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. في السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى كلمة كافة، كلمة كافة هل معناها دائما أم جميعا أم معا؟ أحسنتم، الإجابة الصحيحة كلمة جميعا. السؤال الآخر مفرد كلمة خطوات، هل مفرد خطوة أم خطى أم خطايا؟ نتذكر جيدا، أحسنتم، الإجابة الصحيحة لمفرد كلمة خطوات هي خطوة. جمع كلمة عدو، ما هو جمع كلمة عدو؟ هل هو عداوة أم عدوى أم أعداء؟ أحسنتم، الإجابة الصحيحة كلمة أعداء، فجمع كلمة عدو أعداء. السؤال الآخر مضاد كلمة مبين، نحن نعلم معنى كلمة مبين، فكلمة مبين معناها ظاهر وواضح، فالمضاد يكون مضاد كلمة مبين واضح أم خفي أم ظاهر، لا يختلط عليك الأمر بين المعنى والمضاد، فانظر جيدا ما هو المطلوب، المطلوب المضاد وليس المعنى، فمضاد كلمة مبين خفي. أحسنت. بعد ذلك السؤال باء، ما الجمال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا؟ ننظر جيدا ونتذكر أن عندما يبدأ أو تبدأ الجملة بحرف من حروف النداء فهذا يسمى أسلوب نداء، أسلوب نداء. فالإجابة هي في الجمال في تلك الآية أو في تلك الجملة وأسلوب نداء فيه غرض. ما هو غرضه؟ أحسنتم، غرضه هو تعظيم وتكريم للمؤمنين، فالإجابة كاملة وأسلوب نداء للمؤمنين وفيه تعظيم وتكريم له. بعد ذلك ادخلوا في السلم، ننظر جيدا لبداية الكلمة فهذا فعل وفعل أمر، وتعودنا وتعلمنا أنه عندما يأتي في الجملة فعل أمر أو في الآية الكريمة أو في الحديث الشريف أو في بيت شعري نقول نعم أحسنتم، فهو أسلوب أمر، فهو أسلوب أمر للحث على الدخول في السلم والابتعاد عن العدوان.
بعد ذلك ما الجمال في قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم أحسنتم، هنا أسلوب نهي، هنا أسلوب نهي للتحذير من السير في طريق الشيطان الذي يؤدي إلى هلاك الإنسان. بعد ذلك آية أخرى فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. السؤال يقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى البينات، انظر جيدا في الاختيارات، فهل معنى كلمة البينات البراهين أم الدلائل أم الاثنان معا؟ يعني هل الكلمة الأولى أم الكلمة الثانية أم الكلمتان معا؟ فكما تعلمنا وتعودنا وعرفنا أن البراهين والدلائل هي المعنى لكلمة البينات، إذن فالإجابة الصحيحة لا يختلط عليك الأمر، لا يختلط عليك الأمر، وتنبه جيدا عندما يأتي معنيان لنفس الكلمة اذكر أو اختر الاثنان معا. السؤال الثاني مضاد بعد، مضاد كلمة بعد، ما هو مضاد كلمة بعد؟ هل أثناء أم وسط أم قبل؟ أحسنتم، الإجابة الصحيحة هي كلمة قبل. بعد ذلك جمع كلمة حكيم، ما هو جمع كلمة حكيم؟ ها هو أحكام أم حكماء أم حكام؟ انظر الإجابات قريبة من بعضها البعض، فيجب الانتباه جيدا عند اختيارك للإجابة لأن الإجابات تكون قريبة من بعضها البعض. فجمع حكيم، أحسنتم، جمعها حكماء وليست أحكام، لأن أحكام هي كلمة جمع لكلمة حكم، وحكام جمع لكلمة حاكم، فننظر جيدا لكل حرف من حروف الكلمات لأنها متشابهة. السؤال الرابع، هذه الآية الكريمة من سورة، فكما تحدثنا وكنا في بداية الآيات أنها من سورة البقرة أم النساء أم الملك؟ أحسنتم، هي من سورة البقرة، من سورة البقرة الآية 208 و209. رقم باء، ما الجمال في قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم؟ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، نعم هو فعل أمر، كلمة يعلموا فعل أمر، إذن هو أسلوب أمر للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة. السؤال رقم جيم، وهذا السؤال مكرر في الجزء الأول وتركت الإجابة عليه في هذا الجزء، ما هي خطوات الشيطان؟ هذا السؤال تكلمنا عنه وأجبنا عنه، خطوات الشيطان، فهل الشيطان يمشي على رجليه؟ لا، ها لا، فخطوات الشيطان هي كل الأعمال الفاسدة وغير الصالحة التي يدعونا إليها الشيطان حتى نضل عن طريق الحق وعن الطريق الصحيح. مثل إيه؟ مثل السرقة، فالشيطان يدعونا إلى السرقة، ومثل الكذب، فالشيطان يدعونا إلى الكذب، ومثل خيانة الأمانة، فالشيطان يدعونا إلى خيانة الأمانة، ومثل شرب الخمر، فالشيطان يدعونا إلى شرب الخمر، والعديد من الأمور التي يريد الشيطان بها أن يضلنا ويبعدنا عن طريق الحق وعن طريق الإيمان.
ويجب علينا جميعا أن نبتعد. فماذا نفعل لكي نبتعد عن تلك الخطوات؟ نكثر من الأعمال الصالحة مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل قول الحق وشهادة الحق وعدم الكذب، فتلك الأمور تبعدنا عن تلك الخطوات التي يدعون إليها الشيطان. ولا ننسى دائما ذكر الله عز وجل. السؤال رقم دال: ما أثر اتباع أوامر الله تعالى أن يعيش جميع الناس في سلام؟ فهذه دعوة الله سبحانه وتعالى إلى السلام يؤدي أن يعيش أو أن ينعم الناس جميعا بالأمن والاستقرار. وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.